السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت أريد أكلمك يا شيخ بخصوص نوع القمح. ليس هناك وقت إلا بعد الدرس إن شاء الله. بعد الدرس إن شاء الله علينا عليك؟ إن شاء الله. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبسوط إني بسمع صوت حضرتك، شكرا يا فندم والله، بحاول أتصل بحضرتك بقالي أسبوع تقريبا. تفضل. بارك الله فيك، شكرا. أنا بس كان عندي مسألة، إن أنا بستخدم الكروت الائتمان، وبحاول إن أنا دايما أسدد في ميعادها من غير ما يبقى فيه أي فايدة، بس أنا الشهر ده للأسف هيبقى فيه يعني غالبا هتأخر عنها، فأنا أتصرف إزاي في الموقف ده؟ هل في كفارة؟ هل محتاج إن أنا أتصرف بأي شكل؟ يعني هل أنت أنت مضطر إلى ذلك؟ اضطررت إلى ذلك ولا إيه بالضبط اللي حصل؟ بستخدمها يعني استخدام دوري، يعني العيد ده العيد إن أنا دايما بستخدم الفيزا بتاعتي. يعني لم تستطع أن تسدد حتى لا يتراكم عليك الربا، عجزت؟ عجزت على السداد، ودايما ببقى حاطط في بالي إن أنا أسدد، بس الموضوع تراكم عليا المرة دي. على العموم إذا اضطررت تستغفر الله واعمل صالحا، والله يجب عليا كفارة، أو إن أنا مثلا أضطر أبيع حاجات اللي أنا جبتها عشان أسدد. يا ليت إذا كنت تقدر تبيع أي أشياء أتيت بها حتى تسدد ولا تقع في الربا يكون أفضل. تمام. الله يسلمك. شكرا. الله يكرمك وحفظك الله يا إبراهيم ابن رمزي، بارك الله فيك يا حماد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. شيخ الفاضل بارك الله في عمرك وزادك علما يا رب. ولك بمثل والسمعين والسماعات. سؤال يا شيخ الفاضل. تفضل. من صديق لي يقول: أنا تاجر وهناك آلتين لعمل نسخ من المفاتيح، وثمنها يعني 5000 جنيه، ما الحكم لو أعطاني شخص هذا المبلغ وسأسدد هذا المبلغ على 5 شهور كل شهر 1000 جنيه بالإضافة إلى 30% من الأرباح أول شهر، ثم 20% في الشهر الثالث والرابع، ثم 10 في الشهر الأخير؟ هذا قرض أو شراكة؟ هو يقول لي شراكة لمدة 5 شهور لمدة معينة حتى يسدد المبلغ. لا يعني هب أن الآلة خسرت، هب أن الآلة تلفت، ما هيشيل معاه في الخسارة في المدة اللي هو هيسدد له فيها حضرتك المبلغ، هو محدد المدة 5 شهور هيسدد له فيهم المبلغ. لا يجوز. ال5000 لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. نعم لا يجوز. تمام. إنك لازم تحدد نوع المعاملة بدقة. ما هو بيقول لي ان هو شراكة. شراكة خلاص، افترض انها لم تبع بعد 5 اشهر. الآلة دي لعمل نسخ من المفاتيح، يعني اللي هيطلع من الربح
ايوه اعرف اعرف، الاله دي بعد 5 شهور ستخرب، ستستهلك، تمام. ستستهلك. الخساره هذه خساره الاستهلاك لمن؟ على من؟ ما هو معاه شريك للمده دي، يعني ممكن يبقى عليهم هما الاثنين، لان دي مده معينه لمده 5 شهور. يعني يقول نحن شركاء في الماكينه لمده 5 اشهر. هو واخد منه المبلغ، المبلغ ده مش يعني المبلغ مش بتاعه، هو واخده من واحد والشريك ده يبقى شريك ليه. ابتعدوا عن هذه المعامله، ابتعدوا حفظكم الله. السلام ربنا. عليكم. حياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل في ورد حديث في فضل الإمامة في الصلاة؟ لا أعلم إلا دعوات أهل الإيمان أنهم يسألون ربهم أن يكونوا أئمة بصفة عامة، واجعلنا للمتقين إماما، إني جعلك للناس إماما، الرسول كان إماما. ورد حديث اللهم أرشد الأئمة، وفي سنده بعض المقال، هذا الذي عندي في الباب. طب هل الأذان أفضل من الإمامة ولا الإمامة أفضل من الأذان؟ الإمامة أفضل لأن الله اختارها لرسوله عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. مرحبا يا شيخ حمدي خريبة، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا تفضل. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا سيدنا مش يعني مش عايز أسأل سؤال، إنما طالب طلب. تفضل. فضلك الله، أنا خريج كلية حقوق، وللأسف لما بخش الجامع وما بلقاش إمام، وفي الجمعة الناس بتلص في بعضيها، بتطاول على منبر أسيادي. فكل اللي داره وإن حضرتك تدعو لي إن ربنا يديني معلومة دينية صحيحة، وأقولها لله ولوجه الله، وإن ربنا يفقهني في الدين. الله يوفقنا وإياك، وفقهنا وإياك في الدين، ويسر لنا ولك سبل الدعوة إلي على الوجه الذي يرضيك يا رب. يا رب يا مولانا. السلام عليكم. ألف مليون شكر. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا. وفيك يا رب. لي صديق يعمل في مجال الإنتاج الحيواني. الإنتاج الحيواني؟ نعم. الداجن؟ لا، هو يعمل في المجال، هو أخصائي يشرف على بعض المزارع إشراف. إشراف، نعم. واحيانا تحتاج هذه المزارع لادويه بيطريه. نعم. بحكم عملي هو يعلم جهات تبيع هذه الادويه. نعم. فيطلبها منه اصحاب المزارع، يعني يطلبوها للشراء. فهذه الشركات تعطي له بعض البونص او الهدايا او العموله. لازم يبين، انا وكلته لشراء ادويه لمزرعتي. فيذهب لناس يشتري ويعطونه هدايا مقابل شرائه لي، لازم يبين. لا هو لا لا، حتى لو هو بعت، لو الشركه، لو المزرعه نفسها راحت اشترت وعرفوا ان هو من طرفه، ببونص ده بيعطله برضه. ايوه، لازم انا ابين للمزرعه، ابين لصاحب المزرعه التي انا وكيل عنها في الشراء. نعم. انني ان الشركات تعطيني عموله، بس ابين له. جزاك الله خير. وياك الله يحفظك. حبك الله. شرف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف نعم. حالك يا شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. عندي سؤالين يا شيخ بعد اذنك. اسال يا حبيبي. السؤال الاول يا شيخ، انا تاجر. انا او صاحب شركه. طيب. فدلوقتي يا شيخ، اول سؤال، في حد عرض عليا بضاعه، هو المفروض ان هو شاركها من حد تخليص حق، يعني حد ظلمه فهو خد منه بضاعه عايز يبيعها لي انا، فهل قال عليها حرمانيه او ابعد او ايه الوضع؟ ابتعد ابتعد ابتعد. طيب ماشي يا شيخ. السؤال الثاني يا شيخ، انا طبعا مثلا في حد عنده مثلا حاجه في الشغل في المجال بتاعي، يعني هيبيعها مثلا حاجه ديت مثلا ب 100,000، انا معيش 100,000 ولكن بقول خلاص انا اشتريتها ب 100,000، فبروح اجيب زبون ثاني مثلا ياخدها، اقول له مثلا دي ب 110، اخد ال 100,000 من الزبون ده اديها للزبون ده، واخد ال 10,000 مثلا دي مكسب ليا انا. هل المعامله دي فاهم فيها حرمانيه؟ اعد. بص يا شيخ، في حد مثلا عنده بيعه ب 100,000 وليكن، عنده بضاعه ب 100,000. انا لا املك ال 100,000 ولكن انا تاجر ومعروف بشتغل في المجال ده. فطبعا بروح اكلم حد كان مكلمني ان هو عايز البضاعه دي، بقول له ان في بضاعه مثلا ب 110،
بحط مكسب ليا انا مش ربح ليا، واروح واخد الفلوس من الشخص اللي عايز يشتري اديها للي هيبيع وانا اخد نسبه من غير ما البائع يشوف المشتري. عفوا، هل انت وكيل في الشراء؟ وكيل؟ هل احد وكيل؟ ايوه ايوه. لا مش وكيل، انا انا صاحب شركه. طيب المشتري ما يعرفش البائع اصلا، البائع بيبيع ليا واللي بيشتري بيشتري من خلالي انا، يعني من ده وده من ده. بس عفوا من السلعه. عفوا بس ما تتكلمش كتير يعني. اتفضل. انت الان وصفك ايه بالضبط؟ هل انت بائع يعني تشتري وتبيع؟ اه اه اه. طيب تاجر. اه انت تشتري وتبيع، يشرع انك لا تبيع الا اذا ملكت السلعه، لا تبع ما لا تملك. تمام. فإذا تملكت السلعة بيع كيف شئت. طب لو هدفع عربون بس مش تمن السلعة كله؟ مش مشكلة بقى، المهم انك تكون ملكت السلعة. ملكت السلعة. يعني لو انا دفعت عربون وتعهدت للمشتري ان انا هكمل فلوسك بعد ما ابيع عادي. مش مشكلة، تكون تملكت السلعة تملكا تقدر ما هو على تسليمها للمشتري الجديد. شكرا يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. شوف مصطفى، بس أنا هاخد من وقت حضرتك دقيقتين كده في استفسار حاجة، كنت عايز أعرف إيه الرد. هي تفضل. أنا طبيب ومن فترة كده سافرت إلى بلاد الغرب حتى أحصل على شهادة الجراحة. وبالأخص سافرت إلى بريطانيا. وفي الفترة اللي جلست فيها هناك يعني تعرفت على رجل كان خلقه حسن، ولكن اكتشفت من خلال المعرفة أنه ملحد. فيعني جاءتني فكرة لماذا لا أدعوه إلى الإسلام حتى أعرفه على الإسلام، خصوصا أن الإسلام صورته مشوهة هناك يعني. ففي إحدى المرات وأنا أتكلم معه يعني قال لي شيء صراحة أنا أول مرة أتعرض له. قال لي أنه في إحدى المرات قرأ في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. عفوا اصبر اصبر، لا تشوش على الناس وتنقل الكفر. لا تشوش على الناس وتنقل الكفر في صورة أن مناظرة جرت بينك وبين الملحد. كلمنا على الهاتف الخاص. تمام. بس كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. نشهد الله في أعليه أننا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أبا سمير، تفضل. نسأل الله أن يبارك في عمرك ويحسن عملك ويديم نفعك للمسلمين يا رب. وإياكم وإياكم. نسألك الدعاء بتيسير الحال يا شيخنا. الله يسر حالنا وحالك وحال المسلمين يا رب. اللهم امين. اللهم امين. جزاك الله خير يا شيخ. وياك بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ابا احمد، سلمك الله. السؤال مكروه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخنا عندي سؤال. تفضل. بالنسبه في سؤال في الورث. تفضل. منزل وفي أربع ورثة ذكور. طيب. تمام. وفي أحده يعني في مشكلة يعني على الورث ده بسبب اللي في واحد فيهم بيقول إن أنا والدي كاتب لي شقتي أربع أوض. طيب. ولي أخ مكتوب له شقته، مش مكتوب كتابة كملك، إيجار قديم. تمام. ولي أخ أوضتين. وعنده أخ، وفي أخ ثالث غرفة، وطبعا الغرفة بجميع مشتملاتها يعني غرفة أخي الكريم وحمام ومطبخ. أخي الكريم أخي الكريم الله يوفقك، هذه قضية تجمع لها الأطراف ويستمع إليهم من لجنة محكمة. السؤال بس، هل الإيجار القديم ده يعتبر ملك؟ لا مش يعني ليس ملكا، ده أكل أموال الناس بالباطل. جميل. يعني المفروض يقسم البيت على الربع يعني اللي هو الاربع ارباع للاربع صبيان. انا مش عارف بقى الاربع ارباع الاربع صبيان ايه دخلي. انا قلت لك اذا كان في النصاب، النصاب الربع لكل فرد، لانهم كلهم ذكور. المهم الارث الذي تركه الاب بقسم معروف للذكر مثل حظ الانثيين بعد استخراج نصيب الزوجه. ولا يعتبر يعني الايجار القديم ده ما يعتبرش. ايجار قديم يعني اذا انت مستاجر شقه ايجار قديم تريد ان تورثها؟ لا تورث، ترد الشقه لاهلها. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف
حالك شيخنا الجليل؟ الحمد لله بخير. نشهد الله ان احبك في الله. احبك الله، احبك الله الذي احببتنا له. تفضل دعوه بس. الله يوفقنا ويسكننا لكم الفردوس جميعا يا رب. عمرك وفعلك ولك بمثل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. حالك يا شيخ علي؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. عندي سؤال. هناك شيخ قام بعملي بتأليف كتاب فأجاز فيه التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم استنادا على حديث الأعمى الذي هو عن عثمان بن حنيف، وحديث وحديث آخر الذي هو اللهم إني أسألك بعبادك الصالحين الخروج من المسجد. أما حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وحق حق من شيء إليك ضعيف. ضعيف. حديث الأعمى كان في زمن في ملاحظتان في الحديث. الملاحظة الأولى أن هذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وما ورد في شأن عثمان وفي زمن عثمان ففيه مقال. ثم أن لفظ الحديث لو ثبت، لأن في ثبوته بعض النزاع، لكن على فرض لو ثبت، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك، احتملت احتمالات. أتوجه إليك بإيماني بنبيك، وهذا صحيح. أتوجه إليك باتباع لنبيك، هذا صحيح. أتوجه إليك بحبي لنبيك، هذا صحيح. أما أتوجه إليك بجاه نبيك فليست في هذا المقام بسديدة، لأن العباس عمر قال للعباس رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. فلو كان التوسل بالجاه مشروعا لتوسل النبي بجاه، لتوسل عمر بجاه النبي بعد موت النبي. في جزئية أصلا، في جزئية أصلا أقول لك. نعم. سأسألك سؤالا يعني. نعم. يعني هل أنت تريد أن تدعو رسول الله من دون الله؟ لا. طيب أنا أتوسل إلى الله بما جاء في الكتاب. اصبر علي بس. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، فتوسلت باتباعي للرسول. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، فتوسلت بالإيمان وبالاتباع. وفي الحديث المرء مع من أحب، لكن ما ورد أن الصحابة يقول يا رسول الله، يا رسول الله افعل لنا أو افعل لنا بعد موته. نعم. السلام عليكم. طيب هل أجاب، هل ما هو رأيك في لبس الأحمر للرجال؟ في من؟ لبس الملابس الحمراء للرجال. أيوة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد اعلم أن كل الأحاديث التي وردت في النهي عن لبس الأحمر للرجال ضعيفة، وأوثق منها وأصح حديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء لم يرى مثلها. أيضا في هذا الباب الذي يمنع من الأحمر ما كان تشبها بالنساء، يعني تلبس قميص نوم أحمر مثل النساء، لا. أما سائر الأحمر فجائز ولا مانع منه، الموانع ضعيفة الأسانيد. جزاك الله خير. وإياكم. ألف شكر يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. لو رفعت الصوت. الجمعيات اللي هي بتعمل عقيقة في الدول الأفريقية. والله أنا لا أعرف عنهم شيئا. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ان شاء الله يا شيخ انا عندي ثلاثة اسئلة ان شاء الله. تفضل. اول سؤال، حكم الكلام على الوضوء. لا مانع من الكلام على الوضوء. طيب ان كان الصوت عالي يا شيخ ويزعج المصلين. يزعج المصلين لا يشرع، لان النبي قال كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. مناجي ربه
تمام بريجر بعدكم على بعضهم كلها تمام. طب يا شيخ أنا داخل لصلاة الظهر دلوقتي لصلاة الظهر هصلي السنة وتحية المسجد أعمل إيه؟ هما ركعتان، صلي ركعتيه السنة وتكون امتثلت الحديث الآخر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وقد أديتا بصلاة السنة. طب مش أربعة قبلية؟ ما تدخلش يعني زي ما يقول المصريون طوخ في بلوخ. أنت الآن سألت أنك تريد أن تدخل المسجد وتصلي ركعتين بنية تحية المسجد وبنية السنة، قلت لك على السنة، أن ما في حديث اسمه تحية المسجد، في حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا يتأتى بصلاة الركعتين. يعني عادة أصلي السنة الأربعة منهم ضمن والاثنين هم ركعتين دول عادي. ماشي يا حبيبي. تمام. طب الحديث الأخير يا دكتور، إحنا عندنا في البيت كان لست عندنا حوش لمغزى كده بالهايم ورا، هو بيبقى في الحوش دايما، لكن أحيانا بيدخل البيت بتاعي، أنا بيدخل السكن بتاعنا إحنا، بيطلع في الشارع مثلا كده، حكم ذلك إيه؟ خلاص انت احرص على ان الكلب لا يدخل البيت، الحديث الرسول الملائكه لا تدخل بيتا في كلب ولا صوره، خلي في الحوش. ماشي. طب اخيرا يا شيخ نسالك الدعاء عند الامتحان يوم الاربعاء تصميم ميكانيكي، دعينا بالله عليك ان احنا نعدي منها ان شاء الله. من الله يوفقنا واياك وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. صباحك يا شيخ. عليكم السلام وبركاته. بخير الحمد لله. بعدين لحضرتك يا شيخ، انا كنت سمعت فتوى لحضرتك انه لا يجوز تهنئه النصارى باعيادهم. طيب. وانا دلوقتي كنت خطبت على المنبر في لقاء الجمعه السابق ونقلت الكلام عنك، فالناس اللي في المسجد مسكت فيا وقالوا لي ما ينفعش ان انت تقول كده وايه دليلك، فجبت الفيديو بتاع حضرتك ووريته لهم، فالناس بتقول لي لا يا شيخ الازهر طلع السلام عليكم. يكفي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبلت الشيخ مصطفى. اتفضل. أسأل الله أن يرفعك بكم ويبارك في عمرك ومتعكم الصحة والعافية. ولك بمثل. قبلت الشيخ بالنسبة يكثر الآن الله يحفظكم المسعى على الشراب، هل يشترط فيه بارك الله فيكم خاصة في الأيام هذه أن يكون ثخين أو رقيق أو لو فيه بعض الخروق وهكذا؟ نقول هنا ابتداء لم يثبت في المسح على الجوربين خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك ذهب بعض أصحاب المذاهب إلى عدم جواز المسح على الجوربين، وذهب آخرون منهم إلى جواز المسح قياسا على المسح على الخفين وعملا ببعض الآثار عن الصحابة رضي الله عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك اتباعا للحديث الضعيف، فهذه وجهتهم. فالذين قالوا نقيس على الخفين اشترطوا فيه سخانة، يعني الخف ثخين. نعم. بس اختصارا، فالأحوط لك البعد. بارك الله فيكم. وفيكم. تخليل اللحية رفع الله قبركم. لم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بتخليل اللحية أثناء الوضوء. إذا توضأ الإنسان وغسل وجهه وبعد الغسل ثلاثا خلل بغرفة أو غرفتين، هل له ذلك ولا هذا زيادة؟ إن فعل ذلك لا إشكال، لكن ليست بواجبة. رفع الله قدركم وجزاكم الله عنه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، عندنا في البلد بعض الشباب يشتري الكلاب. طيب. تمام، يعني بيشتري الكلاب للتربية والموضوع يعني زاد عن حد خالص. فيعني ايه الحكم في ذلك، ونصيحه للاهالي برضه اللي هم تاركين اولادهم يعني يشتروا كلاب ويربوها وكلام فاضي ولازم منها؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب عليه الصلاه والسلام، وقال الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره. تمام. هذا نصيحه لهم يسمعوها، سانشر هذا الفيديو عندنا في البلد لكي يسمعوا هذه النصيحه.
النصيحة أن تبعدوا الكلاب عن البيوت، لأن النبي عليه السلام قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ولأن النبي وعد جبريل عليه السلام وعدا فلم يأته جبريل فقال لا يخلف الله وعده ولا رسله، فخرج فإذا بجبريل فقال ما منعك أن تأتينا؟ فقال إن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فدخل النبي وجد جروا تحت السرير فطرده ونضح مكانه. أيضا نهى النبي عن ثمن الكلب صراحة، وإلا الكلاب كل خير. الكلاب المستثناة وإياكم كلاب الحراسة وكلاب احنا قلنا ذلك، الزرع والمشي نبهناهم من الكلاب من الأشياء اللي حضرتك تذكرها، برضو الأهالي تركين أولادهم يشتروا كلاب والله يا أخي المشكلة الآن في اتباع سنن الغرب الكافر والشرق الملحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم، قالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال لهم من القوم ويهدي الشباب ويهدي الأطفال يا أولئك. فأنا بس بعلي قضية عامة، لأن الناس الآن أصبحوا يوقرون الكلاب. والله الموضوع زاد عن حد يا شيخ، والله الناس في يعني في غفلة شديدة جدا، ناس في غفلة شديدة جدا تركين أولادهم وتركين كل شيء وماشيين غلط، ربنا يسترها يا رب. السلام عليكم. وفق الله يا احمد محمد بن محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك الشيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك الشيخ مصطفى؟ طيب والله ربنا يبارك لك في صحتك يا رب وفي عمرك ولك بمثل ذريتك واولاد ولك بمثل. ربنا يجزيك خير. عندي سؤال بعد اذن حضرتك. ما السؤال؟ انا عندي 3 صبيان، واحد الكبير شاب والاثنين التانيين صغيرين، فانا لو حبيت اجيب شقه للكبير ده هي الفلوس دي يعني تحويشه عمري او اللي معايا اكتبها باسمه يبقى انا ظلمت الصغيرين ولا طبعا اكتبها باسمه؟ طبعا ظلمت الصغار بلا شك. اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم. نعم اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم، يعني اكتبها باسمي انا وتبقى ورثه ليهم هم ثلاثه بعد عمري. نعم يعني نعم نعم. شوف شكرا شكرا. يعني باسمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عايزة أسأل حضرتك ما حكم الزواج بدون ولي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. قال تعالى في كتاب الكريم. تواصل مع حضرتك خاص. نعم. أريد التواصل مع حضرتك على الخاص. لا حرج. متى الوقت إمتى حضرتك؟ والله إذا تعذر أرسل لي رسالة أقول لصاحبة السؤال الخاص. شكرا. ليس عليك ذنب يا أم محمد الشاطر إذا مسحت على الشراب، هذا رأي فريق من العلماء، لكن الرأي الآخر عدم الجواز موجود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف الاحوال شيخنا الفاضل؟ ربنا يبارك فيك. بخير والحمد لله. والعافيه يا رب. بخير والحمد لله. الله يسلمك. حضرتك كنت كلمت حضرتك امبارح بخصوص الجده اللي هي والدي توفى في حياتها، وكنت حضرتك وقفت عند نقطه هل تمتلك املاك اخرى يعني غير الميراث اللي كانت اعطته لاحفادها ولا لا؟ لو حضرتك تتذكر يعني. ايوه متذكر. نعم. تمام. هي كانت يعني كانت تملك يعني ميراث خاص بيها، ويعني وزعته لابنائها ما بين ابنائها في حياتها بالتساوي يعني، بس هي كانت لا تملك الا الحاجه اللي هي كانت ورثاها من ابنها فقط اللي هو السدس ده. ايوه. لكنها كانت اعطت سائر الابناء تركه من قبل. خاصه بها فعلا. اه. ان شاء الله الامر سهل باذن الله. نعم. ليست بحرام يعني، لكن الكراهة موجودة إذا تنازلت عن كل أملاكها لأحفادها. يعني أنا أظهر بس عليها اسم ولا ما لهاش؟ لا ما أنت أنت ابن من أبنائها؟ لا أنا حفيدها، أنا ابنها المتوفي. طيب هل أحد طالبها بشيء من ذلك أمامك؟ و
والله بعد وفاتها بالفعل كانوا يعني بيطلبوا، بس طبعا تفاجؤوا ان هي كانت تنازلت لاحفادها من الميراث اللي ورثته من ابنها. الحق يقال يعني. خلاص ليس بحرام عليكم انتم. طب وعليها هي اهم حاجه؟ لا استطيع ان احرم عليها لانها اعطت سائر الابناء اشياء قبيلة هذه المساله. اه تمام تمام. سمك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. لو سمحت عايزة موعد من حضرتك، أنا من طرف الشيخ عبد الباقي. وحضرتك كنت هنتكلم حضرتك النهارده الساعة 1:30 واتصلنا بحضرتك وتعذر التواصل. أنتم وعدتم وأخلفتم. لا والله احنا اتصلنا ومفيش. لا ما اتصل عفوا، ألم تعد أن ألم توعدونني أنكم ستأتون الساعة وحددت لكم الساعة؟ أيوه وبعدين طيب. هو جالنا خبر إن احنا ما ينفعش ان احنا نتواصل مع حضرتك. يعني طيب انا معليش خطا يعني، انتظرت في الساعه التي حددت لكم ولم تاتون، على اي حال ارسلي رساله قولي انا من طرف الشيخ محمد وباذن الله اطلبك ان شاء الله. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك يا شيخ، ما حكم ان يهنئ النصارى من المسلمين باعياد بعيد الميلاد؟ هذا الصنيع لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه فيما علمت، والله أعلم. ربنا يبارك فيك. حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل. سلام شيخنا. الله يسلمك. عزيزنا حضرتك، الشهادات الاستثمار اللي هي بتاعت البنك الأهلي اللي هي عموما كل شهادات الاستثمار لا تجوز. كل الفوائد البنكيه بصفه عامه لا تجوز. واللي في البنوك الاسلاميه؟ ليست هناك بنوك اسلاميه، هذه شائعات وهذا خداع للناس. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ولد عاوز يسلم عليك بس يا شيخ. يا مرحبا بك وبوالدك. السلام عليكم. شيخ مصطفى. تفضل اهلا وسهلا. لا والله. نعم. اني احبك. احبك الله الذي احببتنا فيه. بارك الله فيك. جزاك الله خير. شكرا. حياكم حياكم. الاخ احمد امين ابو هشيم مرحبا بك واهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مولانا لو تسمح معنى الآية قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العبيد. من معانيها قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لذلك الولد، لكن ليس للرحمن ولد فلن أعبد إلا الله. فهمت؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل شيخ مصطفى. اتفضل. يا سيدنا حضرتك، في حديث لعن الحكم وما ولد. ايوه نعم. ازاي طيب ولد من 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 ولده سيدنا عمر بن عبد العزيز وكثر من ولاده وفتحت بلاد لا ممكن الاولاد المباشرين. اولاد ايه؟ المباشرين. مباشرين لكن ليس نسله يعني. لا طبعا ليس النسل، يعني سيدنا نوح عليه السلام او سيدنا ابراهيم عليه السلام. عندنا لا تزر وازرة وزر أخرى، ليس أن معنى أن واحد كافر كل أحفاده وأجداده وإلى آخره. طلب طيب يا سيدنا بسيط. ها؟ سلام خالد الدقاق وإيهاب بن منصور لفضيلتك. عليك عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء في القدس. اه. وأنت من القدس تتصل؟ أي مولانا أنا من المنيا يا مولانا، بس هم لماذا تخشى؟ اتصلت تبلغوا سلام وضروري. عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، جعلهم الله مباركين أينما كانوا. السلام عليكم. تفضل الله يسلمك. انزعج لماذا انزعج؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخنا؟ لله الحمد، تفضل. مزاك يا رب. وإياكم. السؤال يا شيخنا بعد اذن حضرتك، انت طبعا حضرتك عارف في الوضع الاقتصادي السيء في البلد والحاله الاقتصاديه الصعبه. وانني والله لادعو على الحاكم صبحا وليلا وكل وقت. البلاء واللي احنا فيه، هل ده جائز يا شيخنا؟ والخروج على الحاكم اصبح شرعا
لمقاومة الفشل والوضع الاقتصادي؟ هتخرج تعمل، ادعو له بالهداية، ادعو له بالهداية نسأل الله أن يهديه. شكرا يا شيخ. يعني يردنا جميعا إلى كتاب الله وسنة رسول الله. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، حالكم يا شيخ؟ الحمد لله بخير. بعدين حضرتك كيف يكون، انا عندي سؤال ان شاء الله، التخفيف في الصلاه يا شيخ يكون ازاي؟ لان انا امام. عفوا. انا احيانا انا بصلي بالناس امام. ايوه. مثلا بقرا نص وجه في مثلا في العشاء في الركعه الاولى، مثلا الركعه الثانيه مثلا اقرا سوره من القصار، يقول لك انت بتطول. يا جماعه تبقى اخفف ازاي بقى في الصلاه عشان ابقى على منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ معذرة أعدي السؤال كده. السؤال كيف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف في الصلاة؟ أيوه، تخفف تبع حال المصلين، تبع أحوال المصلين. أنا مثلا بقرأ نصف وجه ولا بتطول، أو مثلا بعض الناس يعني يقول لك أنت بتطول ليس العين. قلت لك اختصارا اختصارا الله يحفظك. طيب السؤال الثاني إن شاء الله، أنا عندي حال المصلين. نعم. تراعي أحوال المصلين. تمام، فهمت حضرتك. السؤال الثاني إن شاء الله، أنا عمي عند بني مسجد في البيت من تحت، هو ساكن في الدور الثاني، تمام؟ أيوه. هل يجوز إنه يصلي مثلا مع الجماعة من الدور الثاني هو أو باقي الأسرة؟ هم اتخذوا مسجدا. نعم؟ لم هم اتخذوا مكانا عندهم مسجدا ولا في غرفة النوم يصلي مع الناس؟ لا، في مسجد، يعني هم بنين البيت في الدور الأرض عاملين مسجد، هم قاعدين في الدور الثاني. لا يعني الطابق اللي هم فيه في جزء منه اتخذوه مسجدا ووصلوا السماء. لا هم ساكنين فيه. لا 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 يصلح. ما تصحش الصلاة في الدور الثاني. الله يسلمك. تمام ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله خير يا شيخ. الحمد لله بخير. كنت عايز استفسر من حضرتك بس كده، في حاجة كنت عملتها من فترة كده بس نفسي مش مرتاح ليها، يعني مش عايز اعرف دي حلال ولا حرام. اتفضل. انت حطيت مبلغ من المال كده في البنك، ربطته بشهاده. ايه. وعملت عليه كارت مشتريات بضمان الشهاده. فمثلا هو المبلغ 25,000 والكارت المشتريات ب 20، تمام؟ ايه. فبقيت لما اجي بنشتري حاجه بكارت المشتريات مثلا بينزلوا فايده عليها وليكن يعني 500 جنيه مثلا، يعني على لو هي على 6 شهور او سواء على 10 شهور، فبقيت اخد من الفايده بتاعت الشهاده احطها في الفايده ايه اللي هم بياخدوها من على كارت المشتريات، وما باخدش حاجه من الفايده بتاعت الشهاده. فهل كده في اسم ولو فات حاجه بطلعها ايه؟ والله اقل ما يقال هذه شبهه، ابتعد عنها. يعني شبهه يعني. الله يسلمك. السلام عليكم. الحمد لله، اتفضل. عندي الشيخ مصطفى، لما اجي داخل المسجد يعني يوم الجمعه والخطيب شغال، نصلي تحيه المسجد ولا بفضل نقعد نستمع للخطبه؟ صلي تحيه المسجد لقول النبي. أيوة. عليه الصلاه والسلام. اذا دخل احدكم ساعات بعض بشوف البعض بيجي يعني ما بيصليش تحت المسجد، فبيجي رافعين ايديهم كده حسيه تكبيره الحرم ويجلسوا، ده ليه اصل في الدين؟ بس انت ما خليتنا اجاوب عن السؤال الاول ومستعجل عجل. الرسول أولا قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ورأى رجل اسمه سليك الغطفاني دخل والنبي يخطب فجلس فقال يا سليك هل صليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. هذا عن السؤال الأول. السؤال الثاني، رفع اليدين أثناء خطبة الجمعة بالدعاء لا مانع منه، أما الإمام فلا يجعلها عادة له، والله أعلم. بارك الله فيك يا أم محمد ابن مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، كيف حالكم؟ الحمد لله، في نعم من الله، الحمد لله، الحمد لله. الله يدوم علينا وعليك النعم. يا رب لك الحمد. شيخنا، في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات وعدن يدخلونها. هل حضرتك الجنات العادي يدخلونها للثلاثة الظالم والمغتصب والسابق بالخيرات ولا للسابق بالخيرات فقط؟ الظاهر انه عايد على اقرب مذكور هنا، لكن
عموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أهل التوحيد يدخلون الجنة، وإن عذب أحدهم بسبب كبائر ارتكبها ولم تغفر له فإنه بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة، لكن ظاهر في الآية أنها عائدة على أقرب مذكور. يعني جزاك الله خير، بارك الله فيك، والمقتصد يدخل الجنة أيضا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا بارك الله فيك وفي والدي. وإياك، تفضل. يا شيخنا، ما نقص مال من صدقة، الحمد لله أنا دايما أتصدق، ويعني ربنا يعني أكرمني الحمد لله، أنا مقيم خارج مصر، ولكن أوقات بعد ما تتصدق وكده تحس إن الشيطان يقول لك تبعين الفلوس، تبعين تدخل لأولادك، فحابب إن حضرتك تدينا موجز كده الموضوع ده، وبارك الله فيك. الشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الشيطان يبخلك، لا تسمع كلام إبليس. بارك الله فيك وفيك، شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش مصطفى؟ طيب الحمد لله، تفضل. ربنا يحفظك يا رب. الله يكرمك، تفضل. انا عندي كلمت حضرتك كتير عن اولادي البنتين اللي هم لسه ما بلغوش الحلم، يعني بعودهم على الصلاه بس مضايقني ما بيصلوا قدامي او بيضايقوني في الوضوء، يعني بحاول معاهم بس تحصن بعيد قوي، فهل اعمل ايه يا شيخ مصطفى؟ والله اولا الدعاء لهما بالهدايه، وهذا مطلب عظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ثانيا صلت عليهن بنات طيبات صالحات، بنات من سامعين حضرتك، يعني وجه لهم نصيحة، أنا أسأل حضرتك وجه لهم نصيحة وزوجتي. الله يبارك لك فيهم، الله يبارك لك فيهم ويسددك ويحفظك ويحفظهم يا رب جميعا وذريتنا وذريتكم. السلام عليكم. شيخ مصطفى العدوي. نعم. لو سمحت كنت عندي سؤالين. السؤال الاول عن زوجي، يعني مشتري قطعة ارض، ويعني هو مش بيستثمرها ولا بيعمل فيها اي حاجة، هو شاريها وخلاص كده للزمن، يعني هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة، إذا كانت قنية وليس بتاجر عقار ليس عليها زكاة. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الشيخ مصطفى؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير، بارك الله فيك يا شيخ مصطفى، الله يحبك في الله. أحبك الله ولدي، أحببتنا له. أنا يا شيخ مصطفى بحثت كثير عن زوجة صالحة، ودعوت الله في الثلث الأخير، ودعوت الله كثيرا، وكلما أطرق باب الزواج يغلق، أو يعني كلما أدخل عشان ألاقي صعوبة في الأمر. أنت من أي بلاد؟ من أي بلاد؟ أنا من المنيا صعيد، لكن يعني قاعد في القاهرة، معلم لغة عربية. فبدأ ربنا زوجة صالحة. كم عمرك؟ أنا عمري في 31. أيها، ستجد إن شاء الله. تواصل معنا الهاتف الخاص نرشدك للناس الصالحين إن شاء الله. ما الأمر يا شيخ؟ بقول تواصل معنا الهاتف الخاص نرشدك للناس الصالحين إن شاء الله. حاضر، جزاكم الله يكرمك، بارك الله فيك محمد أبو بي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخبارك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. أستاذن حضرتك في سؤالين. سل. الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم يحسن. هذا الحديث فيه إشكالية، حد يقول يعني والعبادات والعقائد. كل ذلك بعث له النبي. أنت مثلا بتقرأ كده ما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآية الأخرى، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. لو أنا توضعت ولبست الشراب وبعدين مسحت عليه خمس فروض، طيب، وبعد كده أنا نسيت وطلعت للفرض السادس وتوضعت
ومسحت على الشراب، ولكن تذكرت وانا يعني والامام والمؤذن يقيم الصلاه، هل اصلي ولا اطلع اتوضا واخلع الشراب؟ اطلع اتوضا واخلع الشراب. ولو حصل ان انا صليت هل الصلاه دي باطله؟ والله اذا كانت المده انتهت اعتقد ان الصلاه باطله. جزاكم الله خير. حياكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ بعد إذنك سؤال، لو سمحت ربنا يبارك في حضرتك. تفضل. الله يحفظك. الله يبارك. كانت والدتي ربنا أنعم عليها هذا العام وكانت حجة بيت الله الحرام، وكنت أنا اللي تكفلت بالمبلغ كاملا يعني. طيب. وهي دلوقتي طبعا هي الحمد لله ربنا منعم عليها وعندها أملاك، وهي يعني رغبة لها رغبة إن هي تتنازل مثلا عن قراطان او ثلاثه من ارضها ليا، فهل انا لو وافقت علي اسم يعني او كده؟ عشان طبعا القراط بكام يا حبيبي؟ نعم فهد. القراط بكام؟ يعني بحوالي مثلا 40,000 او 45,000 في هذا. يعني القراطين وما قيمه تحجيجك لها؟ لا، هي كانت تقريبا الكلفه بالحج بالمبالغ اللي خديتها معها مثلا تقريبا 120,000. يعني هي تريد ان تعطيك مقابل الحج. مقابل الحج. اه تمام. التي ساعدتها فيها. تمام. لا مانع، ولو انت كريم، انت لو انت موسر خلاص اتركها لوجه الله. و انا عاوز اتركها له، بس هي مصممه تقول لي لا. يعني هي يا حبيبي مصممه يا حبيبي صلى على النبي. يا حبيبي صلى على النبي، ما تقولش مصممه، انت اللي مصمم. هي يعني انت لو رجل شهم والله موسى عليك وساعدت امك خلاص احتسب الاجر عند الله. لكن هي مصممة، هي مصممة من يا عم الشيخ صلى على النبي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. اتفضل. الشيخ أنا أختي يعني خلصت كلية وبعدين خدت اللي هي خدمة عامة، فإنها توقف في الخدمة العامة دي إنها توقف على الصول. نعم. مراقب يعني في الامتحان. عفوا، ماذا قلتي؟ اختي واخده خدمه عامه بعد الكليه. وبعدين؟ الخدمه العامه دي ان هي تقف على الفصول مراقبه يعني على التلاميذ وكده في الامتحانات. فهي المدرسه دي بتغشش اصلا كلها. يعني انت تسالي انا تسالنا الغش في الامتحانات صح اختصارا؟ يعني المدرسه لا استطيع ان اقول لك غش، لا استطيع. شكرا. بارك الله فيك يا أبا أحمد وحفظك، الله يبارك فيك وسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي. تفضل سيدنا. نعم تفضل. سؤال بس أنا استوضح بس الرواية الأخيرة بتاعت لعن الرواية النبي صلى الله عليه وسلم حكم موالد، طب ذنب ولده إيه؟ هو الرسول أعلم أم أنت؟ لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم بس ضعف بعض اهل العلم الحديث بس. أنا يمكن اولاده لا يمكن اولاده ايضا اذوا رسول الله. ماشي. لذلك له اولاد اخرون اذوا الرسول. نعم. الله الله يبارك فيك. كان ابن عباس ذات مره وجد ولدين من أولاد أبي لهب يتضاربان، أولاد يتضاربان، فجاء يفصل بينهما فأوقعوه يعني أهنوه، فقال كسب خبيث. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى مبارك. الحمد لله. تفضل. نعم تفضل. أنا شغال في مطعم. تمام. فصاحب المطعم بيأخر علي الراتب يعني ممكن اسبوع 10 ايام. انا لو يعني لو وجهت شغل لغايه ما يجي لي الراتب ده حلال ولا حرام؟ يعني انا لو ضررته في الشغل ان هو شغله هيجي، فده حلال ولا انا هاخد زي لا عارف. يعني خذ بقدر مظلمتك. ايوه انا بلغت. قلت له اعطيني اجري والا ساوقف. الشهر اللي فات نفس القصه، اتاخر بتاع اسبوع او 10 ايام، فكلمته كذا مره ما رضيتش اواجه. الشهر ده انا مكلمه ولسه هيتاخر كمان. يعني عفوا، هو اعطاك المبلغ ولا ما اعطاك القديم؟ الشهر اللي فات اعطاني. يعني يمكن في ظروف تمر به ولا شيء، ويعني انت تعمل معه لك كم سنه يا اخي الكريم؟
يعني ممكن 8 شهور او 9 شهور. 8 شهور وهو ماشي على الطريق ماشي مستقيم، اكل عليك شهرا؟ لا بصراحه. طيب خلاص يا اخي اصبر شويه، يمكن معسر ولا اي شيء، ظروف الناس صعبه. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل، الله يحفظك. ربنا يبارك فيك فضيله الشيخ. وفيك، الله يبارك في عمرك. لو سمحت شيخنا، كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الكافر اذا عمل حسنه اطعم بها طعمه في الدنيا او طعمه في الدنيا، وبين قول ابو لهب في الحديث لم ألقى بعدكم غير اني سقيت من هذه بعتاقتي ثويبه؟ اولا قول ابي لهب هذا ليس من كلام الرسول، لم ينقله الرسول عن ابي لهب، ده واحد شاف رؤيا كده منميه، ليس الرسول اللي شاف رؤيا منميه. سؤال اخر شيخ، المهم يكون فهمت بس. تقريبا معظم ملابس الاطفال عليها صور ذوات ارواح، هذه الصور ينزل عليها او يسقط عليها اكل، هل تعتبر مهانه؟ يعني لو اتقيتها يكون افضل لك. نعم. اخر شيء شيخنا لو سمحت، عند بدايه البث كان يظهر اشعار يعلمنا ببدايه البث، لم يعد يظهر هذا الاشعار، السبب يا عبد الرحمن؟ من الفيس، مش من الفيس، ليس من عندنا. نعم. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يمكن في خلل كده في الاشعارات. تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. دعواتك لنا يا شيخ مصطفى. الله يوفقنا واياك لكل خير. ولا تحرمنا من هذه الضحكه البشوش. الله يوفقنا واياكم، نسال الله ان يجعلنا دائما كذلك يا رب. اضحك وابكى. تفضل سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة الشيخ مصطفى. نعم مصطفى تفضلي. أنا عندي سؤال لحضرتك. تفضلي اسألي. أنا والدتي توفت وكانت سايبة، والدتي توفت وكانت سايبة بعض الأجهزة الكهربائية لبنت أخويا، فعلى أساس إن هي بعد ما تتجوز وكده، فدلوقتي البنت مش عايزة تتجوز وخلصت جامعة، مش عايزة الأجهزة دي، مصيرها إيه؟ أديها لها؟ هي وهبتها لها قبل الزواج ولا إيه بالضبط؟ والدتي وهبتها ليها وهي لسه كانت طفلة صغيرة. إيه. وبعدين والدتي توفت وسايباها عندي على سبيل الأمانة. إيه. قالت لي لما تتجوز بنت أخوكي إيه إديها لها. كم عمر البنت؟ كم عمر البنت؟ البنت دلوقتي عندها 28 سنة. ايوه. وانت متضرره من وجود الاجهزه عندك، والاجهزه ستتلف. اه. بيعيها واحتفظي بمالها للبنت. هي دلوقتي حالتها الماديه مش محتاجه ان هي الاجهزه دي. بس هي حقها. يعني البنت خلصت جامعه ومدرسه ومش محتاجه، يعني ان هي هيبقى مبلغ يعني بسيط بالنسبه لها، مش هيعمل حاجه، بس انا متضرره منها على انها امانه عندي، هل اديها لها مثلا في شقتها كده او يعني؟ هي رشيده الان، اعطيها لها وخلاص. ماشي خلصي. يلا. ايه. الله يثبتنا واياك يا ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا. اتفضل. سؤال بعد اذن حضرتك يا شيخ. اتفضل. شيخ انا يعني اعمل مدير في مكان يعني، وصاحب راجل طيب خير يعني، بيطلع صدقه كل شهر، صدقه يعني مبلغ كبير يعني. وهو بيقول يوزعه يعني على المحتاجين بدون شرط وبدون تحديد وما فيش اي قيود يعني، يعني بيقول لي كما شئت توزعه كما شئت. زكوات او صدقات؟ لا صدقه يا شيخ، ليست زكاة المال. صدقه. وبعد السؤال؟ السؤال ان انا يعني في بعض الناس اصلا ممن يعملون في نفس الشركه اصلا يعني محتاجين وعليهم ديون، وهو يعلم ان يعني احيانا اعطي من الصدقات دي للمتوسط الحال وللفقير يعني ليس. خلاص ما في مشكلة، إذا الله يعلم المفسد من المصلح. أيوه نعم. فأنا أحيانا أعطي من الصدقات ديت للمحتاجين من في العمل نفسه، يعني في اللي بيشتغلوا في الشركة نفسها، الموظفين يعني.
اللي عليه دين واللي عليه كده واللي عليه كده يعني اعطيهم واسدد الدين بنفسي يعني. طيب ما في مشكلة، الأمر واسع ما دمت أنت تحرص على الخير وتجتهد فيه لا بأس. السؤال هنا بقى يعني، هل لو أنا علي دين أيضا شأنك شأن سائر، شأنك شأن أمثالك. أيوة نعم يا شيخ. طيب فهمت فهمت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. بارك الله فيك تفضل. السؤال يا شيخ، مسجدين بخطيب واحد للجمعة يبعد كل منهما عن الآخر حوالي 20 متر. يعني ينتهي من هذه الخطبة يذهب يعني. ده وسيلة للتواصل غير مكبر الصوت. هل يجوز؟ يعني الآن يعني هو خطيب يخطب للمسجدين ولا إيه بالضبط؟ خطيب واحد للمسجدين. يعني إزاي يعني؟ كيف يعني؟ هو مسجد صغير وبعد كده بعده بحوالي 20 متر عمله مسجد أكبر. ويجيب سماعة ويفتح المسجدين ومتوصلين بأجهزة صوت واحدة سماعات واحدة. لا لا يا أخي لا يا أخي. هل يجوز؟ لا لا يعني لا لا صفوف طرب لا تفعل لا تفعل لا تفعل. يعني واحد يجيب سماعة وسيزها يا عم من هنا نصدر فتوى بأن الخطبة الموحدة بالشكل ده اللي مش خطبة موحدة. أقول لا كل مسجد له خطيبه. لا يا محمد رؤوف على ما السعي بس يا جماعة، المطر نزل من عند الله اخضرت الجبال في الرياض واخضرت الأراضي، هي دخلها بأشراط الساعة الآن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ لله الحمد الحمد لله. احنا بنطمن على حضرتك يعني ربنا يديك الحمد لله بخير. والله الحمد لله الحمد لله. نطلب منك الدعاء وأنت كذلك، ونطلب من المتابعين كلهم أن يترحموا على والدتي الله يرحمها، وعلى أموات المسلمين. مش معنى والدتك يعني لا تحزن على أموات المسلمين أجمعين إن شاء الله. الله يرحمنا ويرحمكم. شكرا شكرا. أموات نومات المسلمين وأمواتكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم يا ريحانة مباشرة تفضل يا أختي الكريمة. يا شيخ، جرنا وزوجته يعني خرج والدته في الشارع من بيتها، فلما انا رحت اترجع زوجته يعني ان هي ترجع حماتها البيت وكده، فطردتني من البيت، ودلوقتي يعني بتأذينا وبترمى علينا تراب وقذرات وبترمى علينا ملح وحاجات غريبة كده، فانا بجد ما عنتش قادرة استحمل الاذى ده، فيعني قول لي اللي يصبرني على الاذى بتاعها. وتاني حاجة يعني اذا كانت طردت حماتها مش هتطردك، هي طردت حماتها ورمت حماتها في الشارع وزوجها رجل دنيء جعل أمه تطرد وترمى في الشارع، خلاص هوني على نفسك هوني على نفسك. أنت عملت أجرتك. أنا علي اسم إن أنا مش قادرة أساعد الست ديت إن هي ترجع بيتها لأنها جارتي. مش لها أولاد؟ أيوة لها أولاد تانيين. طيب خلاص، هو ابنها التاني خدها عنده بس هو ده بيتها وهي بتبكي. خلاص ابنها أولى منك. السلام عليكم. يعني في ناس قلوبها كأن الرحمة نزعت منها. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. بارك الله فيك عم الشيخ. وفيك بارك الله. جزاك الله عنا الإسلام خير الجزاء. وإياك الله يستر علينا. صديق مقيم في مكة ومن مصر وحابب يساعدني في الذهاب إلى العمرة، فهل يجوز ولا في مشكلة؟ يجوز المانع. مفيش مانع يعني. المانع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزيك يا شيخ مصطفى أخبارك؟ الحمد لله. الله منك يا رب. يا رب منكم. معك محمد علي الصقر. مرحبا شيخ محمد وأهلا وسهلا. الله يحفظك. أسألك الدعاء بخير بالله عليك. الله يوفقنا وإياكم. العروس بخير؟ بخير والله الحمد لله رب العالمين. الله يستر. الله يجزيك الله صالحة يا رب. تفضل. والشيخ محمد ابن مبروك مبلغني والله أمانة أنك تدعي له بإذن الله. الله يوفقنا وإياك وإياه يا رب. ربنا يبارك في عمرك. بالله عليك لا تنساني من دعائك. الله وأنت كذلك. الله يستر علينا وعليك. الله أدعو لك ربنا تقبل يا رب. ألف شكر. في حفظ الله. الله يحفظك في بارك عمرك. وإياك وإياك. الحاجة أم فهمي. يا حاجة مفهم غيار الحجة. الحجة قلنا للمتلبسين بأعمال الحج أجعلتم سقاية الحاج، لم ينتقل الحاجة عائشة. سمعتم الحجة زينب انتجعش ولا الحجة ميمونة عبد الرحمن؟ ما سمعت. ما سمعت. خلاص قل بلغ الحجة مفهم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله، الحمد لله، نتقلب في نعم الله والله. أشهد الله أني أحبك الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يسلمك. أنا بس يا شيخ أنا مكلمك عشان أعتذر لك على حاجة بس عايزك تسمعني يعني. اتفضل. من إيه سنتين كده أو حاجة كنت قريت منشور على الفيس فيما معناه يعني لأن أنا مش فاكره أصلا يعني. إن الشيخ مصطفى يؤيد مثلا انتخاب مرشح لحزب كذا. أنا مش فاكر بالظبط يعني ما أعرف. المهم بعد التفاهم من مقاطعة الشيخ يعني وجدت ان الشيخ لا يعيد ذلك فانا بعتذر ليك يا شيخ لان انا كنت لا مسموح 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 يعني. مسموح جزاك الله خيرا. اعتذر يعني لا والله ولا حاجة اعتذر عفى الله عنه عنك ما فيش اي مشكلة الحمد لله جزاك الله خير. طب سؤال يا شيخ بعدين. نعم. لو مثلا شخص اختاب شخص تاني ايه هل يجوز طرف ثالث يستسمح له ولا لازم هو الامر سهل ممكن واحد يستسمح له ممكن هو يستسمح على حسب المصلحه والمفسده. طيب معلش يا شيخ يعني اعرف حد برضه تكلم فيك في ارض لا مسموح يا اخي عفى الله عنه وعنه يا اخي بارك الله فيك. الله خير يا شيخ. الله يسلمك. عبد الرحمن بهذا القدر أجتزئ حامدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم فرج كرب مكروبهم وفك أسر أسرهم واقض الدين عن مدينهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم يا ربنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء أوزعنا شكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذرياتنا يا رب العالمين. أصلح يا رب أعمالنا وطيب يا رب أقوالنا واسلل يا رب سخائم قلوبنا أخلص يا رب سخائم قلوبنا وطيب أقوالنا يا رب العالمين وأخلصنا ويانا لوجهك يا كريم. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.